قائلة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم هذا من جو تشمبابا وسامحه ثم هو كم نيز مبوي من تنوام شاء لما قال سبحان الله هاي نما هذا هو بابو يتفاوت النظر فما له أن لي حقيقة نوح أول العزم من الرسل هذه هي جمال مباشرة هم يجب يزمك وحفاظ ما لم يكن هذا شاف منا ويزم الله كسر إلى بعض نكاك جذب نساه وجود الجوع النوي نوح سليمان تمارا كان من المهركين إيه إبراهيم وخليل الرحمن هرنجي قرار كائن كان يوتشي أبداها وبلازم أن يوتشي أسامها وصول مؤمنه شرائي جيدة لدروة وصول مؤمنه هنغلي أبداها يمستهيكي أو كن يمستهيكي هنغلي يو كائن أبداها وكا يستهيكي نهيجي كريه وصول مؤمنه وهو آيه فلما تبين له رمزان الشيء إبراهيم أن أباه وكان باباها عدو لله يوم عدو يوامه تبرع منه هجل سهول أن عندي مالك هجل هبر وهمه أولا أن يكون غيره ما لو هانده وكان باباها يتمه وهم تنجزا سبتي يدي يميه سلم أبو يامي أبو يامي هنا من أيه هجل سهول يتسيهم دعوة أبو ونفانو ومعنا نمبابا ومفانو ومبابا نمعنا أبس كهزان رجائي جيب تميزي رنقا ديو كاتورا إيوانا وانسان يبانو إيوان ورهين ري إيوان بابا ياتونجي سارا فرانو وانا واو أو مبابا هين ري أبدو كيزو أغلب زوحة تزدو هم بانيوان وحقو شا أمبروليكو ونفكو بنتتياب با دوكا ياتيني شرح شاهد عينه يو هاما شيخ فوندي ترى لو بعد بارو من فوندي ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له تابو رغوه يا تدي او انا وجوا امي دعاء بابا هاو كان اسم يو فوندي او ما نو بكا او فدي هو حمانغا وحقيا سي هما ياو شا غربي براسي ستسينا إغانو ياي يمرو هانزي شابا روح لجاوبو ليجا هاوكايا يمرو هانزي شابا روح حيري هاوكايا ياي يفوني راهي موتي ياي آلي بيت بيلي تنوتو كاي آلي بيت هاوكاو ميشيو خليبالكم يا آلي بيت تنباهو دا رسول عليه الصلاة والسلام يعني جدوكم يقول لبنته فاطمة يا فاطمة خلي بالك يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة أبنك يا فاطمة ودي وانا معاها شابا مروحا قليا كهون ليلة قل لي يا عم جد أو يا عم يا بنان وغو إجو تسنجيزة نتنجيلي مموه نبي أغفر لي عمي أو لجد شاولا كذكر يا هابا ما هبتو ما باو قاوة زاوة ناوة وقاوة ركا هزا أبغط علي كورا صعي الكايا نعم بابا الحمد لله هيري يا البيت رقم واحد رقم اثنين يا عالي يعني معنى يفوندي أبين علم ينتفع بي أبين على أسرعي هذا البان حين أمرو يا سمكو ورامو يا كو فوندي أنا أمرو يجوا وكم لا علم أبوه وانا يو حلوة جانبية ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يبقى خلاص برقم اثنين يبقى الولد ولد إيه ده يوم أنا يدي كما أنا أجلت من الزرجة أبير كتبان ونجيب أنا بتوكايب ومجيني يلي لبابو يلي هيني يلي يلي لا لا شاوه يفوند وكتبوتي ونجابون جوني سبكا زنغوزا وتونجيزا مرو يوم بوادوها ikae kamu kumbwazo ya ikubali ejanibwe ya hatuwe dosindi ojema awemba kuhuliho yeye mahefaanu lima yulid shahadani hatuwe kondisyo ka ekai jena mna yinu gamujo ikubali hakae miyama uduuni asitajiblaku basi mene liyeduuni kwewe ni uomo
abo uliho ile condition za kuongeza mtu ya ubezi unria na yeye rahia ama utaya ni ukubali mada mejosie pangwa ye namna na mbepangwa angawa kasina kwa mkaya inshallah mungu rahimu baba hatu amin na mwangalie tena halibali tumorona kala bahiro ka vani jokini ha na mbose una ngumu vani jokini hekeye wana rekama na mme ahuma na mse kaja hune taufiki ya soma yeye shavo hahelelele asoma yote male kao awejo lazimu tena onadora zito iho hauka ekai maana kaja unatafiki ya soma shaha loloni ya soma aboo zinungu nina mnagio ekai maana kaja unatafiki ya soma shaha lola ya soma aboo zinungu yuzo zungu ye ibla sijema ezo nazushi na zanga liye enamruna tofanyi jitari wa doshi ila warabena aboo mwae Ah, yes, you know, the sound high shade in the soap in the machine. We got ahead of them as the Yahoo. How about one shawl? The Bahat, Kao, the Molisani, Ha, Hahuni, Ewunubi, Evan, Mahundi, my Imam, Mahoya Katiba, Mofayana, Mosumamu, of Ayana Mundi, Mosumakam, Shukrahim, and Amma, the Maya, and now I do in Lahi, the Paramil, our Kazaro. Haina mruna doji wa shatunga alifarao rijera meda robonwa. Hakemu jo parama imamu, au makatiba, au mafundi. Wajiwa panya adaguni hosu mwa mungu, abu ya yeha na katibupa. Kawango juwe shatunga alifarao. Kuna ujo kaya mmujri, kuna ujo kaya mru, mbo kaya mru ya hapa na nge mungu minu hamlu. Kada ina nevoni. Namna je ujo kaya mru ya hapu, na ipala sike ikaba haina juu. Hala uja mna jara mzole itima. Ya ye itima. Zangoi sofia kaza zozi tuundwa ili iye ni amruya zengozi ili hauka ketuanda uwasoma wakena adabu liho soni mamungu shangazwe kezi ya ikuwa uwajue namna ya lazimu wende hosoni mamungu ngewe Rzea matapusa satena wa abu dawa alhamdulillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسلم ودخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس ورحمنا إذا سمنا إلى ما صاروا إليه قبل رهان دفعنا في واجه سليمان مولي ومجي ومدني ومجنا في واجه ولالو لهما نا ميليتري ساليو مهيدي والمزاو يوكا بيبسيكي لهم يسمونه نقوم بيبرانو يا إيمان فرهاو مزاهاو إشاو الآن أستاذ فرهاو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كويس ما سوى أنا جيت مفتوحة لنا وزيوان كويس قبل أن نتمنى أن نتقاو دون الغربان nikiwa taarifa kwetu yawe ni fami ya mzee wa hatu mwengo ni mwema thamana wahu wakaagwema siwa mzame tabu ikawa hafali kiyo mezirakanuo waduzae na wana hahe wa mhutajao ni ehe wa mtokro wa mbubo wa wende la manda inu yosela shaba ufana ilegwe inshallah taala wa bahamida banubabu wa dhuhuri wacha ukwezi hawaka na wanze wa hatufu kwatu Mustafa mniku anambia wacha utenani mchezi zizeni ukae tahtima ya sudu watu imamu wa hatu mufti thabiti Said Muhammad Abdurrahman nejo ukaya le sisi wa vambro inshallah taala wa bahamida banubabu jena na ilu ya kutakwezi na baro kwezi watu. Aba kwezi
Wamtengenezo mkao ukumbuka ono na nikuwa kwezi wazee wa haki, kwezi wafuwa, kwezi watukufu wa masiwa, wananyasi maislamu. Mkao nomombeba hati mwakudiliyadu mehafla inu. Karmabiyani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Kwezi, wanulifanya mazoea, Sheikh Abdul Mike wakasema kundi watu wa Hinabana waroneseza na murifai zoradani murande nikawa zambika gadi muzitoshi chahi mazoe ya kihatu hunu wengezo kaini wakati rasamanya harmami samanya hama ndahini lazima mahime mzima harmuma mikao ndo wakahini lazenuko zili nivishela na maraha iyo yo hatu. Hebe gabo kwezi, hau wakana kwezi. Wahe manaha nikaole ya mfudil shanivani, Mohamed Saidi nukjiwa mwenga atu harweni sabibu. Nana wajahune manana, Setshani Hamada Sharifu, nukjiwa tijia harweni tijia. Wani hemi sabanu kwezi, hili rishukuriemi ya zingu nukjuma hae, ni mshukuriemi wajahu, ni wabikao no maransi seba nimeza hayu hili riketa manye heba tzima no beduwa ito waswidi msewa hatu wabani kawa wea di inushe lehisha kamu ituwao kama hacha na wakati ya fariki nisamanyi habanu riifanya hitima ya hae shale lo wawanaha waka urudise na wameshe lizizeni hili riketa manye meshelea la hae uka usikuna unuwa wakatinda unuwa gatodo samaniha ili rejara mwambea nuwa idoka makubuli isha Allah ta'ala nikama manaki mwengi shawa nuwanemewa chakundi hasa aeleza chaya ukundi hasa aeleza kwezi haizi haizo kwezi haizo kwezi amtokano watabia kabla kumwambia haraka chafuta ile za maana kile ya mzee watu huyo kama saa kaba chaba bado kwa tuna kaja kumwete alipoje kaundo arabiao akawa na mbio kama ile hifa yoba kishana nuko nda kuja kwazi kidiba hakubwa wana ni usani elewa hakubwa ni ai kuita mtu hai kesho 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 hiyo saa hapa haya bani na saba ya hai kae ya hadithi rasulullah cha gabo ya ndio ya moyo ya ruhu yama kwa sadakati njaria alafu hiyo tena injia wahari haukamba ya hatu mzee Hamad Mbapa za hawa chomsihi ni hawa hansihi ye mwengo ni mwa nikao ndo wakafu msihi hebe gabo hanjia harumazi la sifanda nikao ze hansihi wa manadamu lekaa hafu munduniani zido mrahemo batika hoko ya nini hebe gabo kwezi zimba tarifa ya saya kwezi cha karodao mdu mrejele hasa na maru mwema kazi hati jelo na netana cha alimefeli kati wapu topu insha Allah taala na majuka.